السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم ينعش طبيعيا. جدد بكم لقاء مرة أخرى بإذن الله في حلقة ديال الفطائر اللي كيحبوها الجميع بالخميرة البلدية. دونك هالنهار عندنا الفطائر كما تعودتوا معايا، نفس العجينة اللي كنت قدمت لكم في الحلقة السابقة. ها هي، يعني خليتها كتخمر، من بعد ما خمرات واحد ساعة قطعتها كويرات كما كتلاحظوا، وغنخليها ترتاح على ما نوجد الحشوة. الحشوة غتكون اوراق النعناع كما لاحظنا في الحلقات السابقة، نعناع تيميجا، وهذا نعناع البري اللي غسلته حيت الاوراق ديالو وما عادو. وعندي فليو مونت بوليو ومونت فيغوند، دونك قطعتها بهذا الشكل هذا فقط في السكين فوق الخشبة. وغنسم الثوم اللي عنده مذاق يعني منفرد، غنقطعو يعني قطع رقيقة التنسين بالأخضر بالأبيض. يعني الأخوات اللي كيسولو، هاد البصل يعني عند الفلاح أو عند الفلاحة ولا الناس اللي زارعين عندهم التومة، يعني قبل ما كتيبس وتوجد في الصيف يعني كنستعملوها كخضرة، كتكون عندها نكهة أخرى. واللي ما عندوش يقدر يدير التوم عادي، يعني بعض الفصوص من التوم مهروسة فقط للتنكير. شوفوا الحشو ديالنا، من هنا على البري مقطع، عندنا الفلفل غنقطعو نعملو المفردين، الاطفال ديالي ما كيتناولوش. غنشوفوا المستويات، عندنا قليل من الملح فقط القليل، عندنا الزنجبيل باودر، عندنا قصبرة اليابسة، حبوب القصبرة اليابسة، عندنا الكمون فقط للتنكين، عندنا اللي ما كتوش من الكمون ربع ملعقة، الكركم غندير ملعقة من الكركم، خرقوم البلدي. يعني غنكتفي بهاد المكونات، نقدر نديرو نعملو الكرام مثلا إلا بغينا المساخن، نقدر نضيفو المساخن إلا عندنا. غنضيف قليل من زيت الزيتون أو السمن اللي عندكم، دونك أنا غنخلط بقليل من السمنة، من السمن اللي ذوبت. هاهو هدا السمن حلو، يعني يلا عندك بعد الشهور ندير بعض التنسيم، ونقدر نكمل بزيت الزيتون. وغنخلط هاد المكونات وغنتلاقاو، نخلطهم مزيان ونتلاقاو. بسم الله، كنبسطو بهذا الشكل. قليل من السمنة تعطي في الحقيقة مذاق يعني بشكل آخر إلى الحشوة ديالنا. ندير قليل من السمن، قليل من ردة الخلة الصغيرة، كنفتحو بهذا الشكل هذا. ملي بدات كتستخدم الرمية كنلويو بالطريقة هادي، نقدر ندهنو بحال هكا بالسمن شي يجي مورق إلا بغيناه. أنا شخصيا كيعجبني هاد الفطائر، كتعجبني بالسمن. الطريقة دخل الحشوة، نتمنى يكون كيبان ليكم. تمر دور بحال الشكل، ندهن بالسمن هنا، هاد الطرف الاخر ندخلو هنايا كما كتلاحظوا هنا داخل بحال هكا باش نقفل عليه. هاهي هاهي هنا، نخليوها ترتاح ونخبزوها. بعد ما سخن الفراح مزيان، نتوما كتشوفوا ما كندهنو ما والو، غنجي مباشره وغنبسط الفطيره ديالي بهذا الشكل.
بسطه رقيقه نحاول ما نمزقهاش. باش ما يلصقش خصو يكون في الراحه الطاجين ديال الطين يكون سخون، ومن بعد كنقصوا النار كنديروها نار متوسطه مشيتها على نار متوسطه بهذه الطريقه. قبل ما ينشف تماما من الجوانب غنقلبوه، يعني ماشي تورق هنا من الداخل ان شاء الله. قلبوا يعني مباشره قبل ما تنشف باش تورق هنا من الداخل، وكنبقاو نقلبوها ونقلبوها عده مرات باش من الداخل كتنتفخ هنا وكتجي مهويه. هذه الطريقه ما كنبقاوش ندهنوا، يعني ما كندهنوا حتى شي حاجه، هي الطريقه ديالي في الفطائر، يعني مش ما كتحرقش لنا الزيت او الزبده، يعني كنكتفيو بالدهن اللي عملنا في داخل الفطائر. وكيجيو بنان واخا بهذه الطريقه، هذه كيجيو بنان، يعني كنحاول نقللو الضرر باذن الله. شوفوا لاحظوا كينتفخ من هنا، كنبداو نقلبو بطريقه النار دائما متوسطه. هما كيبداو يتفتحوا من هنا، حتو هو اللي بغينا كينتفخ وكتبدا تحل من هنا. دايره له مرق وخامر مزيان، ها نتوما نبقاو نقلبوا فيه بهذه الطريقه، نقلبوا. المشكل النهائي ديال الفطائر بالنعناع البري، محشوين بالنعناع البري، شوفوا حشاشين ما شاء الله، يعني تقدروا توجدوهم بالسمان بالسته المخمره، يعني قطع عليكم شوف الداخل ان شاء الله. شوف الحشاشين كتقطعو غير بوحدهم داخل مع قليل من الدهن، هاهما طيبين ومن السمين نتوما كتشوفو طريين، هاهما. كنتمناكم تحضروهم، يعني حضرنا بعدة أشكال كما كتلاحظوا عندي هنا المثلث، ها هو بهذا الشكل هذا، ها هو قرمش سخون، يعني كنوقفهم بحال هكا تيبردوا لينا، يعني ما كندوش وحده فوق وحده ونغطيو كما اعتدنا، يعني كنبدلوا الشكل. عندنا مثلث هنايا كما لاحظتوا معايا، درنا مربعات، درنا أشكال عديدة. دونك كان هذا هو الاقتراح ديال هذا النهار، لقوني كيجي المذاق رائع. وكانت هذه فكره من الافكار، يعني هذا النوع من النعناع كان كيتحضر يعني بشكل كبير في المخبوزات، في الثقافه الغذائيه المغاربيه. شكرا جزيلا على التفاعل ديالكم، شكرا على الثقه، والى حلقه قادمه باذن الله، دائما مع التغيير ودائما لنعيش طبيعيا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.